من القاهرة تحية رائعة لكل المشاهدين. هل ممكن إنك تقع تحب نفس الشخص مرتين؟ وهل ممكن إنك تتجوز من نفس الشخص مرتين؟ وهل ممكن إن يعود زوجين بعد الطلاق لاستئناف حياة زوجية فشل في الاحتفاظ بها من قبل؟ كل ده ممكن يحصل، لكن شروط، وشروط صعبة كمان. بيحصل لما الطلاق يكون هادي ومتحضر، ولما الطلاق يكون في لحظة استعجال أو استسهال وبدون تفكير عميق وتروي، ولما جسور المحبة ما تكونش اتقطعت بالكامل وفضل منها ما يسمح للطرفين بالعبور من جديد. يقولون أن يوم العودة الأول بعد الانفصال غالبا ما يكون أكثر عزوبة من يوم التعارف الأول، فالعودة بعد الفراق تعني أن الحب قد وقع لا محالة، وأن الحياة من دون الطرف الآخر باتت مستحيلة. ويقولون أن الحياة الزوجية الناجحة أو أن الحب الحقيقي هو أن تقع في حب نفس الشخص مرات عديدة. وبرغم من أن الطلاق يبدو أحيانا بابا سحريا للخروج من الجحيم، إلا أن بعض الأزواج يقررون بمحض الإرادة العودة إلى الزواج واستئناف الحياة الزوجية. أحيانا تفلح بقايا الحب وذكريات الحياة الزوجية الجميلة في إعادة الزوجين مجددا حتى لو امتدت فترة الطلاق لمدة طويلة. والحقيقة إن النموذج ده ما بقاش شائع في المجتمع، ده لأن الطلاق أصبح ساحات معارك يتبارى فيها الطرفان في التمثيل البشع بجثة الحياة الزوجية. أصبح كمان في نوع من استعجال الطلاق واستسهاله، يعني ممكن الطلاق يحصل لأتفه الأسباب وعلى أهون سبب، والدليل هو ارتفاع نسبة الطلاق في السنة الأولى. والأغرب إنه أصبحت عندنا ثقافة تيسير الطلاق ونظرية عادي ما كل الناس بتطلق في الوقت اللي الجواز نفسه صعب. أحيانا أخرى تكون العودة بعد الطلاق لأسباب اضطرارية، سواء من أجل الأبناء أو لأسباب مادية بحتة، وطبعا بيكون الوضع أسوأ مما كان عليه. بعض الأزواج أيضا ينجحوا في تفادي الطلاق بتجربة انفصال مؤقت، هدنة زوجية لإعادة التفكير ومراجعة الحسابات قبل أن تعود المياه مرة أخرى لمجاريها. لكن برضو التجربة دي مش بالساهل، ومحتاجة درجة عالية جدا من الوعي والتقبل والتفاهم لمتطلبات الطرف الآخر. الليلة الحكاية عن النهايات السعيدة، عن الذين عادوا من الطلاق وقرروا استئناف الحياة الزوجية على أسس جديدة وبناء صحيح بعيدا عن أخطاء التجربة الأولى. كيف نجحوا في ذلك، وكيف أداروا معركة الانفصال والطلاق، وكيف أمكنهم تلافي العيوب وإجراء المراجعات الضرورية لحياة زوجية متينة، والأهم كيف يمكن إعادة المياه لمجاريها بعد انسداد شرايين الزواج، وكيف يمكن إنقاذ حياة زوجية في الإنعاش. عندنا تجارب وتفاصيل واستفهامات، ومستنيينكم بعد شوية.